خليني اقول لك، انت اتمرنت مع مدربين، كابتن انور، كابتن فاروق جعفر، مستر مانويل جوزيه، اتنين مصريين وواحد برتغالي، مين اللي اثر فيك اكتر فيهم؟ يعني طبعا التلاتة يعني مدربين كبار كلهم لهم فضل عليا طبعا، كلهم اضافوا لي اكيد. بس طبعا يعني انا يعني الموضوع بالنسبه لي كان مستر مانويل بيتكلم، يعني هو عنده ميزه قوي، بيتكلم كل العيب يعني انديفيدوال، يعني هو عارف فرق شخصيته يخش له، تريكه يخش له ازاي، الحضري يخش له ازاي. هو كان سبحان الله عنده خطفك مره قبل كده ولا ما خطفكش؟ ما فيش لعيب ما تخطفش طبعا. كم مره انت؟ لا لا, لا هي مره، انت مره واحده معقول؟ اول اسبوع، اول اسبوع بيديك يعني اذبح القطه في الاول، اول اسبوع تمرين كره كده، وانت طبعا بحبش هو الماسكه دي كتير، فطبعا انا كده وكده يعني سماكه فورجيت ترسانه كلنا اهلي ترو كيكو. يعني انسى الترسانه بقى، الاسلوب بتاع الترسانه فاهم، فيلعب يعني اسرع الريتم فعلا يعني بدات. بس هو يعني علاقتي بيه كانت يعني جوزي اثر فيك اكتر من الاثنين المدربين، كل واحد انت قلته لا طبعا يعني كلهم طبعا اضافوا لي، بس يعني انا يعني انا حبيت طريقه التعامل نفسها، يعني طريقه التعامل كان هو بروفيشنال. الاثنين طبعا كابتن انور وكابتن فاروق طبعا.